بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم بخصوص النظارات الطبية وعيوب الإبصار. هنتكلم أن بنقول خلاص هلبس نظارة، إمتى هتلبس نظارة؟ حاجتين، إما إن أنا عديت سن الـ40 مع إن أنا نظري 6/6 لكن مش شايف الأشياء القريبة بوضوح. طب الحل إيه طيب؟ طب هنعمل نظارة قراءة بتكبر الأشياء القريبة فتكون الرؤية واضحة وجيدة. بس نظارة القراءة طبعا المسافة اللي بتخليك تشوف بيها فقط 30 سنتي. ده بالنسبة لو أنا نظري 6/6 وما عنديش أي مشكلة، غير إن أنا الأشياء القريبة مني مش شايفها كويس، فبالتالي إن أنا ببقى محتاج لنظارة القراءة فقط لا غير. لكن لو أنت عندك مشكلة تانية، عيب من عيوب الإبصار، إيه اللي هي إيه عيوب الإبصار؟ إن أنا ممكن يكون عندي طول نظر أو قصر نظر أو استجماتيزم. يعني إيه الحاجات دي؟ طب أنا أعرف منين طيب إن أنا أصلا تعبان أو عندي حاجة من الحاجات دي؟ أولا لو أنا عندي مثلا زغللة، عندي دوخة، عندي مثلا لو أنا مثلا طالب بذاكر بحس بارهاق، ان انا مثلا بذاكر كتير احس ان في ارهاق في العين، او ان انا بتفرج على التلفزيون بحس باحمرار ارهاق في العين، فبالتالي بتجه بسرعه طبعا للطبيب وهو بيحدد لي مشكلتي، هو بيحدد المشكله اللي عندي. بالنسبه طبعا نصيحه بالنسبه للاطفال، لازم يكون طبعا ان يكون في فحص دوري للاطفال. طبعا انت النهارده بتسيب الطفل بيكون بقى عنده 10 و12 سنه، وابدا اقول هروح اطمن عليه واشوف نظره كويس ولا لا. يبدأ الدكتور يقول لك لا انت اتأخرت، كنت المفروض تيجي من فترة طويلة لأن نظره ضعيف. طب يعني ايه طيب؟ يعني احنا المفروض النهارده ان الطفل بقى عنده 4 سنين، نبدأ كل سنة نطمن على نظره لغاية ما يبقى عنده 10 سنين، مش هنتظر لغاية ما يبقى الـ10 سنين وأبدأ أدور ان انا اطمن على النظر بتاعه. طيب انت هتقول لي ما هو الدكتور بيقول لي انت ما جيتش من زمان، هو كده كده نظره ضعيف، هتفرق بقى ان هو النهارده ان انا جيت دلوقتي او من 5 سنين فاتوا او من 6 سنين؟ طب ما هو خلاص هو نظره ضعيف وهيلبس النظاره النهارده زي من 5 سنين مرت عليا. هقول لك لا، طبعا انا النهارده اما بلبس النظاره تبدا المقاسات، يعني النهارده المقاسات اللي بيطلعها الطبيب النظاره بنسبه كبيره جدا بتوقف المقاس عند هذا الحد، يعني بدل ما مثلا لو نظري مثلا 1 او 2، لو انا لبست النضاره ممكن اثبت عند 1 او 2، يوم مثلا ما يكون الحاله بتسوء جدا ان انا ممكن ابقى 3، لكن لو انا مش لابس النضاره ممكن يكون نظري بينزل 3 و4 و5 و6. طيب احنا النهارده عندنا طبعا انواع ايه، ايه هي العدسات؟ في عندنا عدسات في زجاج وفي بلاستيك. هتقول لي يعني ايه طيب زجاج وبلاستيك؟ هقول لك هما الاثنين طبعا بيأدوا نفس الغرض الطبي، لكن مميزات العدسات البلاستيك ان هي بتكون خفيفه، لكن بيكون السمك بتاعها طبعا ايه اكبر اكبر من الازاز. طيب الازاز مشكلته ان هو بيكون العدسه بتاعته سميكه شويه، بتكون العدسه بتاعته مش سميكه زي البلاستيك ولكنها ثقيله الوزن. طيب بالنسبه للاطفال احنا بنفضل ان هو يلبس البلاستيك، ليه؟ ان هو امن. طبعا الازاز لو اتكسر طبعا ممكن يعمل مشكله في العين او يجرح وجه الطفل، لذلك بنفضل لسن الاطفال او الشباب ان هو بيلبس العدسات البلاستيك. طيب انا دلوقتي عندي مشكله، مثلا عندي حساسيه على عيني مثلا، او عندي مشكله حساسيه من الشمس، طب البس ايه لما يكون انا مثلا بمشي في الشمس واحس ان انا نظري بحس عيني بتتقفل مجرد ما ببص للشمس؟ طيب احنا عندنا عدسات، العدسات البراون اللي هي بتدي لون زي البني، والعدسات اللي هي الجري اللي هي بتدي لون اسود اللي هو الرمادي. دول العدسات دي بتمنع مرور الاشعه بتاعت الضوء بتاعت الشمس والضوء ان هي تمر الى العين، وبالتالي ان هي بتحمي العين. انت ممكن تلبس لو انت مثلا مش ليك مقاس نظاره بتلبس نظاره شمسيه. طب لو انا عندي مشكله في الابصار سواء طول نظر قصر نظر استجماتيزم، ممكن ان اعمل نظاره طبيه لكن بتقضي نفس الغرض اللي هو الشمس، ان هي النظاره اما بتنزل بتبقى مثلا نسبة اللون بتاعها خفيف جدا كأن هي بيضة بتشوفها في البيت عادي، تنزل بتتفاعل مع الشمس بالتالي بتتلون، بتتفاعل مع الشمس تتلون سواء بني أو أسود. طيب أنا مشكلتي طيب أنا اللي أنا لما باجي أتفرج على التلفزيون أو لما ببص للإضاءة بعناية بتتعبني. طيب في عدسات انترفليكشن سواء في منها الأزرق وفي منها الأخضر، مميزات العدسات دي إن بتخلي الضوء ما بيوصلش للعين وبالتالي إن أنت ممكن تحافظ على عينك اكتر. في طبعا النهارده مشكله طبعا بتواجه بالذات اللي هو قائد السيارات، يعني انت مثلا سايق عربيتك وماشي على الطريق تيجي تلاقي العربيه السياره المقابله مثلا الضوء بيجي في عينك بتاع السياره فبتسبب لي مشاكل كبيره جدا على الطريق. النهارده في طبعا عدسات بلوكات، عدسات دي مميزتها ان هي ما بتخليش الضوء يمر من العين يعني بنسبه 90% 95%، فبالتالي بتسهل عليك ان انت تمشي في طريقك ولو في اضاءه جت في العين فهي ما بتخليش الضوء يمر،
حتى في اختبار ليها عن طريق الليزر، انت ممكن تحط الليزر على عدسه ما بيمرش الضوء بتاع الليزر من العدسه، بالعكس بتتكسر الضوء بتاع العدسه لكن ما بيوصلش للعين، وبالتالي كتير بيفضل العدسات البلو قط ان هي يستعملها، خصوصا اللي هو ايه قائد السيارات. طيب انا هقول ان انا عندي مشكله، طب انت هتقول لي طيب ايه مشكله عيوب الابصار؟ طب انا اعرف منين طيب ان انا عندي المشكله؟ قلت لك انت ممكن لو عندك زغلله، عندك دوخه، عندك صداع، اذا انت لازم تتوجه للطبيب، هيقول لك مثلا ان انت عندك قصر نظر او طول نظر او استجماتيزم. هتقول لي يعني ايه قصر نظر؟ هقول لك ان انت بتيجي تبص تبقى شايف الاشياء القريبه منك بوضوح جدا، شايف اللي قدامك كويس جدا لكن مش شايف المسافه ابعد من كده، يعني شايف الشخص القريب كويس لكن لما يكون يبعد عنك مش قادر تشوفه. الحل النهارده ان الدكتور بيعمل لك عدسات مقعره او سالبه بحيث ان هي تعالج مشكله قصر النظر. طيب لو انا بقى عندي طول نظر، طول نظر بيشوف الاشياء البعيده كويس لكن بوضوح، لكن القريبه منه مش شايفها بالوضوح الكافي، وبالتالي الدكتور بيوصف له عدسه محدبه او موجبه وبتعالج مباشره طول النظر. طب هتقول لي طيب يعني استجماتيزم؟ يعني ايه استجماتيزم؟ هقول لك انت بتشوف الاشكال بشكل ضبابي بسبب تقور القرنيه، والحل بتاعي ان انا بحتاج الى عدسه اسطوانيه عشان خاطر اعالج مشكله الاستجماتيزم اللي هي دايما بتعمل لي برضه زغلله ودوخه، بالذات الاستجماتيزم مشكلته ان هو بيعمل زغلله ودوخه باستمرار، فبيبقى محتاج ان انت بسرعه تتوجه للطبيب عشان تعمل نظاره وتلبس النظاره باستمرار. طيب في ناس طبعا بيبقى عنده حول، ممكن يكون مثلا بالذات سن الاطفال اللي ساعات ان انت ممكن ما تبقاش واخد بالك وفجاه مثلا بعد فتره 8 سنين او 10 سنين تروح للطبيب يقول لك عنده حول. يعني ايه عنده حول؟ هو عنده عدم اتزان في عضلات العين، وبالتالي بيشوف رؤيه الاشخاص بشكل خاطئ. طيب الحل بتاعه ايه؟ هو بيستخدم طبعا الدكتور بيوصف له عدسه منشوريه عشان خاطر تعالج الحول. عندنا طبعا برضو مشكله بتاعت المياه البيضاء، المياه البيضاء بتسبب عتامه لعدسه العين، بتخليك شايف الاشياء غير واضحه. مشكله المياه البيضاء ان هي علاجها لازم يكون في عمليه طبيه، عمليه لازاله المياه البيضاء، لازم من عمليه لازاله المياه البيضاء. عندنا برضو مشكله المياه الزرقاء. يعني ايه المياه الزرقاء؟ هي بتحدث نتيجه ارتفاع في ضغط العين، المياه الزرقاء بتسبب ارتفاع في ضغط العين، بتؤدي مشكله في العصب البصري، وبالتالي مشكله المياه الزرقاء ان العلاج برضو ما بيجيبش معاه نتيجه زي المياه البيضاء، لازم تدخل لاجراء عمليه لازاله المياه الزرقاء. النهارده في ناس كتير تقول لك انا اللي بلبس النضاره مش مرتاح، ازاي بس؟ فتيجي تبص تلاقي يقلع النضاره كده يقول لك انا شايف احسن من النضاره. هقول له طبعا ان انت مثلا اشارات المخ، انت النهارده بقالك 10 سنين او 5 سنين او اكتر او اقل لابس النضاره ما انتش لابس نضاره ومتعود ان انت شايف الاشياء كده، مع ان هي اصلا ان انت شايفها بشكل غير جيد او بوضوح غير جيد، بس انت معتقد ان هي شكل الاشياء كده. لما بتلبس النضاره بتوضح لك طبعا اكتر وبتشوف الاشياء بشكلها الطبيعي بصوره جميله، لكن طبعا بيبقى في اشارات من المخ، ما انت لما بتلبس النضاره بيبدا اشارات المخ تتاقلم، اللي انت خلاص بتظبط العين ان هي توصل للمرحله كانك نظرك 6 على 6، اما بتقلع النضاره بترجع الصوره بتاعتك للصوره اللي هي الاولى اللي انت كنت متعود عليها، فتبقى فرحان مبسوط وتقول اه انا كده مبسوط وكده عينيا ممتازه، لا ده النضاره هي اللي عامله لي المشكله. لا، ما هو انت لو فضلت على كده مع الوقت هتعاني، وبعد كده بتحصل اضرار، بتحصل مضاعفات للعين، عشان كده بنقول لك توجه للطبيب، يقول لك البس نظاره، لازم تلبس النظاره. في نهايه الحلقه طبعا بشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.